توقف بعد يومين في البحرين بعنوان بس الصفوف والرد بكلمة سواء على أرضية صلبة هي أرض التضامن النضالي التشاركي الدكتور فوز العمي. هذه الندوة تعقد تحت شعار المقاومة والانتصار طريق الازدهار، ردا على ورشة البحرين المعقودة تحت عنوان السلام والازدهار. الفرق بين العنوانين يعكس الاستثمارات والصراعات الموجودة في المنطقة، على أساس أن ورشة البحرين تؤسس لما يسمى بالسلام الاقتصادي الذي يريد أن يفرغ القضية الفلسطينية من مضامينها السياسية ويأخذها باتجاه قضايا إنسانية وتنموية. أردنا من خلال هذه الندوة أن نعيد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح من خلال التركيز على القضية الأساسية، القضية الفلسطينية، التركيز على صفقة القرن التي لا تستهدف القضية الفلسطينية فقط، وإنما تستهدف المنطقة العربية من محيطها إلى خليجها. أردنا أيضا من خلال هذه الندوة أن نؤكد على مقاومة التطبيع باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة في الوقت الراهن. الموقف التونسي الرسمي لا يختلف كثيرا عن جملة المواقف الرسمية العربية التي هي تمثل أدوار وظيفية للمستعمر ولقوى الاستكبار والإلحاق في العالم. والحكومة التونسية إذن موقفها يتماهى تماما، رغم اعتمادها التضليل ظاهريا، لكن عمليا هي تؤسس للتطبيع وتبني هذا التطبيع في خطوات متلاحقة لكن سرية، وهي لا تملك الجرأة على الإعلان عن هكذا مواقف. لكن ما يؤسفنا أن اليمين الحاكم في تونس المتمثل في اليمين الليبرالي واليمين الإسلاموي هو إذن عبر عن رؤية متخاذلة لا تنسجم مع روحية الشعب التونسي المقاوم الرافض للتسليم في ذرة، في ولو ذرة واحدة من أرض فلسطين الطاهرة. هذا اليمين أفلس ويريد أن يأخذ الضمانة من مشغليه في الخارج، لذلك هبة الشعب التونسي إنما تعبر عن رفض مطلق لهذا اليمين الجبان الرجعي الذي باع كل القضايا، وهو إذن دعوة إلى ضرورة أن تتوحد قوى المقاومة والممانعة للرد على كل مواقف الاستسلامي والخذلاني وبيع الضمير والتاريخ والعرض. هنا من الكون بأن النصر هو للشرفاء وأن الهزيمة